أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وفقهنا فإنا لا نفقه، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في مقدمة الإمام العلامة محمد عوامة بكتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، وهو طبع في ذلك الكتاب ضمن ذلك ثبت الإمام ابن العجمي. وقلنا أن الثبت ممكن تعريفه بأنه أن الإنسان يكتب ثبت فيترجم لنفسه أو لنفسه أولا، يكتب ترجمة حياته، أنا ولدت سنة كذا وتلقيت على مين والأسماء كذا إجمالا، وبعدين يبتدي يتكلم عن من تلقى عنه من العلماء وأجازوه، فيكتب كل عالم ممن تلقى عليه من أي علم من العلوم، وبعد كده يكتب ميلاد العالم ده ووفاته، وتلقى العالم عن من، وما العلوم التي برع فيها، وما تلقى عليه من العلوم، ها، ويذكر أيضا بإسناده في بعض الأحيان حديثا أو شيئا يرويه عن ذلك العالم، وهكذا، ويذكر مجموعة العلماء، ويذكر الإجازة أيضا لو ينص على الإجازة كاملة التي أجازه بها ذلك العالم، فيكتب الإجازة كاملة والتاريخ وما إلى ذلك، وانتقل إلى عالم آخر إلى أن ينتهي من ثبته بذكر جميع مشايخه. وقد يصعب ذلك، إنه إيه زي ابن العجمي ذكر مجموعة فقط ولم يذكر كل مشايخه، يعني ابن حجر له 1000 شيخ، فهيذكرهم فين في معجم ده؟ ساعات يسموا ذلك الثبت معجم، خلاص معجم الشيوخ، معجم أو المعجم الشيوخ. ووصلنا إلى الشيخ 18 من مشايخ ابن العجمي من الشافعية، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، 18 الشيخ عبد الجواد الحنبلاطي، حضرته في شرح تصريف الغزي للسعد التفتازاني، وهو مشارك لمشايخنا الأولين في جم مشايخهم المذكورين. جم أي كل أو معظم، جم بمعنى معظم، وهي بمعنى جل. وكان علامة في الفقه والعربية والبيان، تغمده الله بالرحمة والرضوان. 19 والمتمم 20 الأخوان العالمان الفقيهان الشيخ خضر وكريمة الشيخ عطية الشوبريان، حضرتهما في ابتداء الطلب في شرح الغاية للخطيب الشربيني اللي هو ايه؟ ها، الإقناع شرح غاية الاختصار، وشرح التحرير. وكان للشيخ خضر منزلة عظيمة عند العلامة الرباني النور علي الزيادي، تغمدهم الله برحمته ورضوانه وأسكنهم فسيح جنانه. وللشيخ خضر حاشية جليلة على شرح التحرير في فقه الشافعية، في فقه الشافعي. 21 العارف بالله تعالى والمرشد إليه،
وكريمة الشيخ عطية الشوبريان، كريمة الشيخ عطية يريد زوجة الشيخ عطية، واستعمال كريمة، كلمة كريمة للزوجة استعمال حادث، فالعرب يستعملونها للبنت لا للزوجة. ماشي. الحادي والعشرون، العارف بالله تعالى والمرشد إليه، الشيخ أحمد السحيمي الأحمدي. قال: قرأت عليه القرآن العظيم كله مرارا كثيرة لا أحصيها، وطلعت عليه كثيرا من التفسير والحديث والفقه وكلام القوم وطباق السادة الصوفية وغير ذلك. كلمة طباق دي تقتضي من يحضر المجلس بيعملوا طباقا، انتوا كده جلستم، او طباق الورقة اللي بتملوها دي، ان انتوا حضرتوا المجلس بتاريخ اليوم ده، هو ده الطباق. ماشي. بس ما اعرفش ايه طباق السادة الصوفية، ما لا ادري عنه شيئا، لكن عارف الطباق وغير ذلك. وكان في عداد طبقة مشايخنا الكبار بل اكبر منهم حالا ومقالا، وكانوا كلهم يعظمونه ويوقرونه ويتبركون به. تلا القرآن العظيم على محقق عصره الشيخ أحمد بن الشيخ ابن شيخ الشيوخ عبد الحق الصنباطي، ولازمه وأخذ عنه وعن علماء عصره العلوم الشرعية، ثم ارتحل من مصر بإشارة بعض أرباب الأحوال، فطاف البلاد البعيدة على قدم التجريد. إنهم معوش زاد وكده، التجريد يعني طاف في البلاد من غير زاد، خلاص، على قدم التجريد يعني ما كانش معه طعام، خلاص، على قدم التجريد والمجاهدة والتوكل، ودخل بغداد والكوفة والبصرة وما وراء تلك النواحي. وقلنا لما شرحنا التجريد والتسبب، قلنا ايه التجريد؟ ربنا هو بيقيمك فيه، خلاص، وانت لا تقيم نفسك في التجريد، بل انت الله يقيمك في التجريد. ممكن تجرب اول مرة بس، يعني واحد كان بياكل مثلا، التجريد معنى ايه؟ يمتنع عن الاكل خالص والشرب كمان، او ده تجريد، بس انت ما تجربش مع ربنا، ها، هو ربنا يقيمك في ذلك المقام فانت تستمر فيه. فمن المجردين كان ايه؟ ان هو ايه، تيجي تحس بشبع تقوم تستمر في ايه، ما تاكلش يوم بحال، فتجد نفسك انك عايز تاكل وجبه كل يوم، حلو قوي، يبقى انت اقمت في مقام تجريد انك بتاكل وجبه كل يوم، وجدت يوم كده انك الشبع استمر، خلاص، يبقى بقت يومين، تجريد. لكن ربنا وضعك في الاسباب، خليك في الاسباب، مقامك حيث اقامك. لقيت نفسك بطنك بتقرصك وعايز تاكل كل، لكن دول ربنا جعلهم يشبعوا، ميراث نبوي، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، احوال. بس انت ما تطلبش التجريد، لان ده من الشهوه الخفيه كما ذكر ابن عطاء في الحكمه الثانيه، ها، اقامته لك في التجريد، وطلبك للتسبب او للاسباب، ها، انحطاط عن الهمه العليه، واقامته لك في الاسباب، وطلبك للتجريد، ها، من الشهوه الخفيه. مقامك حيث أقامك، ارضى بما قسم الله لك. فكان الشيخ الصنباطي يقوم على طاف في البلاد على قدم التجريد والمجاهدة والتوكل، ودخل بغداد ومشيت معاه، وهو هو ربنا أقامه، فمشيت معاه، يمشي في الصحراء لوحده وما يبقاش معاه طعام، أو ده تجريد. ودخل بغداد والكوفة والبصرة وما وراء تلك النواحي، ثم عاد إلى مصر، فابتنى مسجدا بجوار مشهد الشهداء الكائن بناحية سرسني بالمنوفية. وقام به لإقراء الناس القرآن، فانتفع به خلائق لا يحصون. وكان يجيء إلى مصر في كل عام مرة، يجلس أحيانا بجامع الأزهر، وأحيانا بمدرسة السيوفية، وأحيانا بمدرسة الخطابية، والناس يزدحمون عليه ويلتمسون أدعيته الصالحة، ثم يعود إلى مسجده. ولم يزل كذلك إلى أن انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى سنة 43 وألف، ودفن بخلوته التي بالمسجد، وضريحه ظاهر يزار، والله أعلم. 22،
الشيخ العلامة عامر الشبراوي، انتهت إليه الشهرة في الفتاوى بمصر وسائر الأقطار. تفقه بالشمس الرملي والنور الزيادي، وأخذ جميع الكتب الستة ما بين قراءة وسماع على أبي النجا سالم السنهوري، وأخذ عن الشيخ أبي بكر الشنواني الكثير من فنون عديدة، ومشايخه كثيرون، وقد سمعت عليه جملة من البخاري وشرحه للقسطلاني والمواهب اللدنية، وجملة من شرح التوضيح للشيخ خالد الأزهري، توفي رحمه الله تعالى سنة 61 و1000. فصل. وأما مشاهير مشايخنا المالكية فجمع أيضا. الأول وهو أشهرهم في الآفاق، إمام المحدثين في زمانه على الإطلاق، العلامة أبو الأمداد إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني، نسبة إلى لقانة بتخفيف القاف، قرية بالبحيرة من أعمال مصر، ناظم جوهرة التوحيد، الله، وله عليها 3 شروح، وله حواشي على شرح العقائد النسفية للسعد التفتاذاني، وحواشي على شرح نخبة الأثر للحافظ ابن حجر، اسمها قضاء الوتر من نظرة الأثر، طبعت في 3 مجلدات. نسبة طيب وحواشي على نخبة الأثر، طيب، ورجال الشمائل، وعلى شرح تصريف الغزي، وله غير ذلك. لازمت دروسه مدة مديدة، وسمعت منه عليه ما لا يحصى كثرة بقراءة ولده العلامة الشيخ عبد السلام، عبد السلام ابن الشيخ إبراهيم، نعم. فمن ذلك الكثير من صحيح البخاري والشمائل والمواهب اللدنية والخصائص الكبرى للسيوطي ومغني اللبيب، وشرح الخلاصة لابن ناظمها، وشرح الشافية للشاربردي، ومختصر العلامة السعد التفتازاني، وشرح التلخيص، وشرح تلخيص المعاني، وشرحه الصغير على منظومة جوهرة التوحيد، وغير ذلك. توفي مرجعنا وإياه من الحج، ذهب مع الحج ورجع، ودفن بالقرب من قلعة عقبة أيلة سنة 41 و1000. قال رحمه الله تعالى: أدركت من علماء القرن العاشر أكابر ثقات وأجلاء أثبات، أجلهم علامة الإسلام شمس الملة والدين محمد البكري الصديقي، وشيخ الإسلام محمد بن شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد الرملي، والعلامة أحمد بن قاسم أي العبادي، مؤلف الآيات البينات، ها، في شرح جمع الجوامع ابن قاسم العبادي، والعلامة محمد الخفاجي، والعلامة أبو بكر الشنواني، والعلامة أبو النصر الطبلاوي، والعلامة محمد البهنسي نزيل الحرم الشريف المكي، والعلامة عبد الرحمن الخطيب الشربيني صاحب المغني وصاحب الكتب والتفسير، التفسير المنير، والعلامة نور الدين علي الزيادي، والعلامة إبراهيم العلقمي أخو الشمس محمد العلقمي شارح الجامع الصغير، والعلامة عبد الله الشنشوري شارح الترتيب، والعلامة صالح البلقيني، وهؤلاء كلهم شافعيون، والعلامة الشيخ نور الدين علي المقدسي، والعلامة الشيخ محمد النحريري، والعلامة الشيخ عمر بن نجيم، والعلامة محمد البحيري، وهؤلاء حنفيون، والعلامة الشيخ أحمد السنهوري، والعلامة الشيخ طه، والعلامة الشيخ أحمد المنياوي، والعلامة الشيخ عبد الكريم البرموني مؤلف حاشية على مختصر خليل، والعلامة عبد الدائم البقري، والعلامة القطب الرباني الشيخ محمد البنوفري، والعلامة أبو المحاسن، والعلامة أحمد الزرقاني،
وهؤلاء مالكيون. ومن مشايخه في الطريق العلامة أحمد البلقيني الوزيري والشيخ محمد الترجمان وجماعة كثير غيرهم يعلم أسماؤهم من الجزء الذي ألفه في مشيخته المسمى نشر المآثر فيما أدركتهم من علماء القرن العاشر ولم أقف عليه إلى الآن. فكل واحد فيهم كان لهم شيخ في الطريقة وشيخ في العقيدة وشيخ في الفقه، خلاص. قال: ولكن لم أكثر عن أحد منهم ما أكثرت عن الإمام الهمام نجم السنة عين الأفول الجامع بين المعقول والمنقول. عين الأفول يعني إيه؟ يعني العلم آفل بعده، العلم غرب، أغربت شمس العلم بعده. عين الأفول يعني إيه؟ إن أفلت العلوم بعده، كإيه؟ أفلت الشمس يعني غابت الشمس. جامع الجامع بين المعقول والمنقول شيخ الإسلام الشيخ سالم السنهوري المالكي في فن الحديث، ويليه الشيخ محمد البهنسي لأنه كان يختم في كل 3 سنين كتابا من أمهات الحديث في رجب وشعبان ورمضان ليلا ونهارا، ويليه شيخ الإسلام العلامة يحيى القرافي الشافعي إمام الناس في الحديث إتقانا وتحريرا، وشيخ رواق معمر أو معمر بالجامع الأزهر. كتب هنا على الحاشية بخط إبراهيم الدكتجي أبو النجا سالم بن عز الدين ابن ناصر الدين السنهوري، توفي سنة 14 أو 15 و1000. قال: قرأت بخط النجم الغيطي ما نصه بلغ الشيخ العلامة عمدة الفضلاء ونخبة النبلاء أبو النجا سالم السنهوري المالكي، نفع الله به قراءة على كاتبه لجميع السيرة النبوية يعني عيون الأثر والجماعة سماعا منهم ولدى جلال الدين محمد ولدي بل سماعا منهم ولدي جلال الدين محمد وقد أجزت للقارئ والسامعين رواية ذلك عني وجميع ما يجوز لي وعني روايته بشرطه في مجالس عديدة آخرها 19 رجب الفرد سنة 77 و900. قال ذلك وكتبه الفقير محمد نجم الدين الغيطي خادم الحديث الشريف النبوي حامدا مصليا مسلما انتهى. كذا رأيته بخط شيخنا السيد إبراهيم بن حمزة النقيب نقلا عن منهيات صاحب الثبت. قال شيخنا اللقاني: وقد أخبرنا العلامة أبو النجا سالم السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر بالكتب 6 والموطأ والسيرة النبوية وتهذيب ابن هشام وسيرة ابن سيد الناس المسمى عيون الأثر وكتاب الشفاء للقاضي عياض وعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي وكتاب 40 النووية والمدخل لابن الحاج وتفسير الكشاف وسائر تصانيف الزمخشري وتفسير ابن عطية وتفسير القاضي البيضاوي وسائر كتبه. قال: وقد أخبرنا أيضا بالكشاف وسائر تصانيف الزمخشري وتفسير ابن عطية وتفسير القاضي أي البيضاوي وسائر كتبه العلامة الشيخ أبو بكر الشنواني والعلامة الشيخ محمد الخفاجي. قال: أخبرنا بذلك العلامة أحمد بن قاسم العبادي صاحب كتاب الآيات البينات وشارح الغاية والورقات عن الجمال يوسف عن والده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بسنده المذكور في ثبته رحمه الله تعالى. الثاني أي من المالكية وهو من أشهر مشايخنا المالكية شيخ الفقهاء والمحدثين المتقن المفنن الأصيل المسند المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد أبو الحسن علي بن محمد المدعو زين ابن العلامة عبد الرحمن الأجهوري نسبة إلى أجهور قرية بمصر. لازمته مدة مديدة وقرأت عليه الحديث المسلسل بالأولية وثلاثيات البخاري مرة بعد أخرى وجملة من صحيح البخاري وعشاريات السيوطي
اللي هي السيوطي له أحاديث بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أنفار، وعشاريات السيوطي، وسمعت عليه بحضور الأستاذ جمال الأئمة أبي الإسعاد يوسف بن وفا كثيرا من صحيح مسلم مع شروحه للنووي والأبي والسيوطي، والكثير من الشفاء للقاضي عياضي مع شروحه للدلجي والشريف الصفوي والشمني والتلمساني والجامع الصغير مع حاشية العلقمي وشرحي المناوي والمواهب اللدنية للقسطلاني سوى أفوات، يعني أشياء سقطت لم يحضرها، ومن أول تفسير القاضي البيضاوي إلى انتهاء الحزب الأول من سورة البقرة مع مراجعة الكشاف وحواشي السعد والسيد وشيخ الإسلام زكريا وشيخ زادة، وحضرته بالجامع الأزهر مع جمع من مشايخنا الأعلام منهم شيخنا العلامة الشبراملوسي والشيخ خضر الشوبري في شرح جمع الجوامع للمحقق المحلي مع حاشيتي ابن أبي شريف وشيخ الإسلام زكريا، وفي شرح الشمسية للقطب مع حاشية السيد، وشرح القطر الشمسية هذه في المنطق ولها 7 حواشي مطبوعة، وشرح القطر قطر الندى وبل الصدى لمصنفه مع مراجعة شرحه للشهاب أحمد بن قاسم العبادي وغير ذلك مما لا أحصيه الآن، وقد أجازني بجميع ذلك وبجميع مؤلفاته وبجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه، وكتب لي ذلك بخطه قبل كفافه لأنه كف بصره يعني قبل أن يصاب بالعمى، وذلك في 25 شهر رمضان سنة 45 و1000. ومؤلفاته كثيرة، منها شرحان على مختصر خليل في فقه المالكية، ومنها شرح الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وشرح مختصر البخاري للعارف ابن أبي جمرة، وشرح ألفية السيرة للحافظ الكبير عبد الرحيم العراقي، وحاشية شرح النخبة للحافظ ابن حجر وغير ذلك، عمل حاشية على شرح النخبة في مصطلح الحديث. توفي رحمه الله تعالى ليلة الأحد مستهل جماد الأولى سنة 66 و1000، وصلي عليه صبيحتها بجامع الأزهر، ودفن بتربة سلفه بجوار المشهد المعروف، سلفه يعني سابقه الذي ترجمه له في المرة في السابق اللي هو الأول من المالكية، بجوار المشهد المعروف بإخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ومشايخه كثيرون، فمن أشهرهم الشيخ أحمد السنهوري والشيخ محمد البنوفري وقاضي القضاء البدر محمد القرافي المالكيون وشيخ الشافعية الشمس محمد الرملي والشيخ نور الدين الزيادي والشيخ صالح البلقيني والشيخ إبراهيم العلقمي والشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي والعلامة الشيخ أبو بكر الشنواني والنور علي القرافي إمام المسيحية والشيخ أحمد بن قاسم العبادي مؤلف الآيات البينات، قرأ عليه معظم ألفية ابن مالك وذلك من أولها إلى باب الحال ومن نواصب المضارع إلى آخر الكتاب، والشهاب أحمد المتبولي شارح الجامع الصغير الشافعيون، والعلامة علي بن غانم المقدسي، والعلامة شمس بن محمد النحريري، وأبو الثناء محمود بن محمد الحلبي المعروف بالبيلوني، والسراج عمر بن الجاي، والبدر حسن الكرخي الحنفيون، ومن مشايخه في طريق القوم الشيخ علي بن أحمد بن الحمصاني الملقب حشيش، أصله من هلبا سويد من أعمال بلبيس. الله، بلبيس دي هنا أرض أيضا قريب، بلبيس قريب من الشرقية، من محافظة الشرقية بمصر. وممن أخذ عن جمع منهم، وهو ممن أخذ عن جمع منهم اللي هو الشيخ علي بن أحمد بن الحمصاني، عن جمع منهم الشيخ سليمان الخضيري ينتهي نسبه إلى عبد الله بن الزبير أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم الكلشيني والشعراني
وعلي الجمل المدفون بزاويته بخط المقسم جهة باب البحر أي بالقاهرة هنا، واجتمع بسيدي علي الخواص ومن مشايخ شيخنا الأجهوري في الطريق أيضا العلامة أحمد بن العلامة محمد بن أحمد بن عثمان بن جمال الدين عبد الله بن عم القطب الكبير الشيخ إبراهيم المتبولي الشافعي شارح الجامع الصغير، قرأ عليه قطعة من شرحه وأجازه بمؤلفاته وبجميع مروياته بروايته عن الجمال يوسف بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وعن العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني. ومن المشايخ شيخنا الأجهوري أيضا خاتمة المسلكين الشيخ محمد بن الترجمان عن سيدي يوسف الكردي المدفون بقرب قناطر السباع بمصر، وعن العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني على قناطر السباع اللي هي القناطر الخيرية دي اللي على نهر النيل. توفي ابن الترجمان سنة 1400 بعد موت الشيخ علي المقدسي بقليل، ودفن بتربة قايت باي بالصحراء. قال شيخنا الأجهوري وقد حصلت لي الإجازة بالحديث من عدة طرق أعلاها سندا شيخ الشافعية الشمس الرملي والبدر حسن الكرخي والسراج عمر بن الجاي، وكل منهم حصلت له الإجازة من شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر. قال شيخنا الأجهوري في ديباجة شرح مختصر خليل الملكي ما نصه، وقد حصلت الإجازة أيضا للسراج عمر بن الجاي المتقدم ذكره من الحافظ الجلال السيوطي، وحصلت الإجازة أيضا للبدر حسن الكرخي من شيخ الإسلام محمد التتائي بمثنتين فوقيتين يعني ته وته شارح مختصر خليل والرسالة، وقد سمع التتائي من المسندي رضي الدين محمد بن محب الدين بن محمد بن أحمد المعروف بابن الأوجاقي الشافعي سبط الشريف السبطي في رمضان سنة 888 الحديث المسلسل بالأولية، وقرأ عليه مواضع من صحيح البخاري وثلاثياته ومواضع من جامع الترمذي ومن الحلية لأبي نعيم ومن الشفاء ومن أذكار النووي وجزء عاشوراء ومن القصيدة الميمونة المسمى بالبردة، وعندي خطه بذلك بأسانيد ابن الأوجاقي. قال شيخنا الأجهوري وقد بان لك أن بيني وبين كل واحد من شيخ الإسلام زكريا ومن الحافظ السيوطي ومن التتائي رجلا واحدا، وأن بيني وبين الحافظ ابن حجر رجلين اثنين، وأن هذا في غاية العلو والله أعلم. إذ بين يقول الشيخ المعلق الشيخ العلامة عوامة إذ بين وفاتيهما من الحافظ ابن حجر 852 والشيخ الأجهوري 1066 بينهم 14 سنة. الثالث طيب وقد شاركه في هذا العلو جمع من مشايخنا الشافعية وغيرهم وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين. الثالث من مشايخ الملكية وهو أشهر مشايخنا الملكية العلامة الأريب الأديب المحدث الكبير نادرة المغربي الشهاب أحمد بن محمد بن يحيى الملكي المغربي المقري نسبة إلى مقرة مدينة بالمغرب، مؤلف تاريخ الأندلس وله مؤلف في النعال الشريفة مؤلف 1000 صفحة في النعال الشريفة ده ابن المقري
وله منظومة العقائد، وله زهر الرياض في ترجمة القاضي عياض، وله غير ذلك. قدم الديار المصرية وأقام بها مدة، حضرته بالجامع الأزهر في شرح جمع الجوامع للمحقق المحلي وشرح إيساغوجي والسلم أيضا في المنطق السلم وألفية ابن مالك، ثم سمعت عليه الكثير من الصحيحين والشفاء والجامع الصغير وشروحه، ومن المواهب اللدنية ومن أول تفسير البيضاوي إلى انتهاء الحزب الأول من البقرة مع حواشيه بمنزل الأستاذ أبي الإسعاد يوسف بن وفا، بحضوره وحضور جمع من الأعلام يأتي ذكرهم في ترجمته إن شاء الله تعالى. وقد أجازني بذلك وذكر أنه يروي الكتب الستة عن عمه أبي عثمان بن أحمد المقري، عن أبي عبد الله التنيسي، عن والده حافظ عصره محمد بن عبد الله التنيسي، عن البحر أبي عبد الله بن مرزوق، عن أبي حيان، عن أبي جعفر بن الزبير، عن أبي الربيع، عن الغافقي، عن القاضي عياض بأسانيده المذكورة في كتاب الشفاء. قلت: الأحاديث المسندة في الشفاء جميعها 60 حديثا مسندة، أفرضها بعضهم في جزء، فمن أراد رواية الكتب الستة من طريقه فليأخذها من كتاب الشفاء الله، أو من الجزء المذكور، والله أعلم. دي فائدة عظيمة في ترخيص وتسهيل الرواية. قلت: أي الإمام ابن العجمي، الأحاديث المسندة في الشفاء أي في كتاب الشفاء جميعها 60 حديثا مسندة، والباقي فيها تعليقات أو محذوفة الأسانيد أو يذكرها إلى أصحابها وما إلى ذلك، أفرادها بعضهم في جزء، فمن أراد رواية الكتب الستة من طريقه أي طريق الإمام صاحب الشفاء القاضي عياض فليأخذها من كتاب الشفاء خلاص، أو من الجزء المذكور والله أعلم. يعني لو قرأ الجزء المذكور ها يبقى إيه، خد أسانيد الكتب الستة. وهذا فيه فائدة عظيمة، أنك إذا أجازك شيخك إجازة عن شيخ معين ها، فهذه الإجازة تكون عامة، بأنك تتمكن بتلك الإجازة ها أنك مجاز بجميع كتب شيخ شيخك، جميع كتبه خلاص، حتى لو كان حيا أجزت بجميع الكتب قبل التي لم يكتبها والتي كتبها إلى موته خلاص. فما يكون في إذا عندك إسناد في إجازة فوصلت الجزء أجزت بالإسناد ده، كل رجال الإسناد أنت مجاز بكتبهم بس حسب ثقة الشيخ فيك بقى ماشي، هل أنت أهل الإجازة أم لا. قلت: الأحاديث المسندة في الشفا جميعها 60 حديثا مسندة، أفرادها بعضهم في جزء، فمن أراد رواية الكتب الستة من طريقه أي القاضي عياض فليأخذها من كتاب الشفا أو من الجزء المذكور والله أعلم خلاص. يبقى دي إجازة، واضح. الرابع من مشايخ الملكية، وهو من أشهر مشايخنا الملكية، أستاذ الأستاذين جمال الإسلام والمسلمين، العالم الفرد، الجامع الأزهر والبدر المنير، الأقمر أبو الإسعاد يوسف ابن الأستاذ أبي العطاء عبد الرزاق ابن وفا الله الله الله. لازمته مدة من السنين تزيد على 20، وصحبته سفرا وحضرا، وارتحلت مع أبي بصحبته إلى الحرمين الشريفين، ثم إلى المسجد الأقصى، ثم بعد وفاة والدي ارتحلت معه إلى الحرمين مرتين أخريين، ولازمت جنابه الكريم، وتشرفت بتلاوتي للقرآن العظيم عنده غير مرة، وقرأت بين يديه من كتب التفسير والحديث والتصوف والأدب ما لا أحصيه كثرة، وسمعت عليه في منزله السعيد الكثير من صحيح البخاري وشرحه فتح الباري من لفظ المحدث المعمر محمد المدعو حجازي الإنبابي أو الأنبابي، وسمعت عليه أيضا من أول تفسير القاضي البيضاوي إلى انتهاء الحزب الأول من سورة البقرة، مع النظر في الكشاف وحواشي السعد والسيد وشيخ زادة وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والمواهب اللدنية والجامع الصغير مع حواشيه وشروحه وكثير من صحيح مسلم والشفاء وشروحهما، كل ذلك بحضور جمع من مشايخنا الأعلام مجتمعين تارة ومتفرقين تارة أخرى،
أجلهم شيخنا الأجهوري أو الأجهوري، وكان هو المشار إليه، والعلامة المحدث المؤرخ الشهاب أحمد المغربي المقري، والعلامة المفنن الأديب محمد فتح الله البيلوني، والعلامة محمد غرس الدين الشامي ثم المدني، أحد خطبائها وأئمتها، أي كان بيخطب في المدينة ومن أئمة المسجد النبوي. والعلامة الناسك الشهاب أحمد الدواخلي، والعلامة المفنن الشمس محمد الشبراملسي المالكي، وفهامة العصر شيخنا النور علي الشبراملسي الشافعي، وأحيانا في الجامع الصغير والمواهب بحضرة مشايخنا الأعلام، وهم المحقق الشهاب أحمد الغنيمي، والعلامة علي الحلبي، والمحدث المعمر محمد حجازي الواعظ، وتلميذه الشيخ الصالح علي العزيزي، وربما وهما شارحان الجامع الصغير، وغير هؤلاء ممن كان يحويه ذلك المجلس البهي والمحفل الوفوي والمحفل الوفوي، نسبة إلى وفا يعني، المحفل معنى الاجتماع أيضا. وسمعت أيضا على الأستاذ أبي الإسعاد السيرة النبوية لأبي الفتح بن سيد الناس مع حاشيتها للبرهان الحلبي بقراءة شيخنا العلامة الورع الزاهد الشهاب أحمد الدواخلي، وبحضور جمع الأعلام أيضا منهم الشيخ العلامة منهم شيخنا العلامة الشيخ علي الشبراملسي، وغالب هذه المسموعات قرأتها أولا بين يديه ثم سمعتها ثانيا عليه ومما قرأته على مسامعه الكريمة جميع تفسير عبد الرحمن الثعالبي بطرفيه، وجميع تذكرة القرطبي، وجميع مناسك خليل الملكي، وسمعت الكثير من شرح الحكم العطائية لابن عباد، وشعب الإيمان للقصري، ورسالة الإمام القشيري، وبداية الهداية الغزالي بقراءة العلامة المتقن المفنن الأريب العجيب محمد بن ياسين المنوفي، وقرأت عليه جميع تعريب نفحات الأنس الله، وهي طباق الصوفية للعلامة الجامي باللغة الفارسية، عربها التاج النقشبندي الذي كان مقيما بمكة المشرفة، وقد اجتمعت هناك مع أستاذنا المذكور، وقد كنت قيدت جميع ذلك في زمن الطلب وعنفوان التحصيل والرغب، ثم لم أزل بحمد الله تعالى ملازما لحضرته في حال سفره وإقامته إلى أن انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى ودار كرامته بعد مرجعنا بصحبته من الحج غاية شهر صفر الخير سنة 51 و1000. وصلي عليه بالجمع الأزهر في محفل لم يرى في هذه الأعصار مثله، ودفن بزاوية سلفه السادات بني الوفا رضي الله عنهم. مدافن بني وفا دي موجودة عند ابن أبي جمرة عند ابن عطاء في سفح المقطع. سلفه أي آبائه وأجداده يعني، بني وفا اللي هي مدافن بني وفا عند ابن أبي جمرة وعند ابن سيد الناس، وكان إذ ذاك قاضي العساكر بالديار المصرية، فقال في ريحانته لريحانة الألبة للشيخ بتاع الشيخ اللي شرح الخفاجي، ريحانة الألبة للخفاجي، قضى نحبه والحج قطب لروحه، دعا ربه نحو الجنان فلبت، بل قضى نحبه والحج قطب لروحه، دعا ربه نحو الجنان فلبت، أن ربه ربه هنا فاعل، دعا روحه مفعول به إلى الجنان فلبت، فمن حج للبيت العتيق على تقى فروح أبي الإسعاد لله حجت،
ومن حج للرحمن إحرام حجة مجردة عن جسمه دون موقت فلا برحت سحب الرضا فوق قبره تظلله هطالة سحب رحمة. ومن مشايخه العلامة سالم السنهوري، والعلامة الشيخ أبو بكر الشنواني، والعلامة الشيخ عبد الله الدنوشري، والعارف بالله تعالى الشيخ فايد الأزهري، وشيخنا الشيخ علي الأجهوري وغيرهم. قلت وقد أخذت الطريق، قلت الشيخ ابن العجم الحافظ، وقد أخذت طريق السادة الوفائية الشاذلية عنه وعن أخيه الأستاذ الكبير أبي الإكرام عبد الفتاح ابن الأستاذ أبي العطاء عبد الرزاق ابن وفا، ولبست منهما الخرقة الوفائية الشاذلية، وصحبتهما مدة مديدة، وتلقيت منهما وظيفة الفجر والمسبعات. الله 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 الله، المسبعات دي المذكورة في الأوراد يا أولاد باتفاق أهل الإيه؟ أهل التصوف إنها إيه؟ يعمل بها. هي رؤية منامية لسليمان لإبراهيم التيمي، رأى فيها الخضر وعلمه المسبعات، قال ممن أخذتها؟ قال له إبراهيم التيمي ممن أخذت المسبعات في المنام؟ قال أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي قال عنها الشيخ الزبيدي أنها متفق عليها بين أهل التصوف والطرق والذكر. وتلقيت منها وظيفة الفجر والمسبعات وحزب الفتح للإمام الشاذلي، وهما تلقيا ذلك عن عمهما الأستاذ أبي الفضل محمد، عن والده الأستاذ أبي المكارم إبراهيم، عن والده الأستاذ محمد أبي الفضل، عن والده الأستاذ أبي المكارم إبراهيم، عن والده الأستاذ محمد أبي الفضل المجذوب، عن والده الأستاذ أبي المراحم محمد، عن والده الأستاذ أبي الفضل عبد الرحمن الشهيد، عن والده الشهاب سيدي أحمد أخي سيدي علي، عن والدهما الأستاذ الكبير أبي الفضل وأبي التداني سيدي محمد وفا، عن سيدي داود بن باخلة مؤلف عيون الحقائق وشارح حزب البحر، عن الأستاذ الكبير سيدي تاج الدين ابن عطاء الله السكندري مؤلف التنوير والحكم ولطائف المنن وغيرها، عن الأستاذ الكبير أبي العباس المرسي، عن القطب الرباني الأستاذ الحسيب النسيب أبي الحسن الشاذلي، عن الشريف عبد السلام، عن الشريف عبد السلام ابن بشيش أو مشيش، نعم، عن الشريف أبي محمد عبد الرحمن العطار الحسني الإدريسي، عن أبي مدين التلمساني، عن الشاشي، عن أبي سعيد المغربي، عن أبي يعقوب النهرجوري، عن الجنيد، عن خاله السري السقطي، عن معروف الكرخي، عن علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وذكر البرهان العارف بالله تعالى إبراهيم المواهبي في نفحات الصفا أن أبا مدين التلمساني صاحب الشريف العطار، وهو صاحب تقي الدين الفقير، بل وهو صاحب تقي الدين الفقير بالتصغير فيهما، وهو صاحب القطب نور الدين أبا الحسن عليا، وهو صاحب الشيخ تاج الدين، وهو صاحب القطب زين الدين القزويني، وهو صاحب القطب سعيدا، وهو صاحب فتحا السعودي، وهو صاحب سعدا الفرواني، وهو صاحب القطب جابرا، وهو صاحب قطب الأقطاب أبا محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو صاحب جده أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده إسناد إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. قال ويقال أول من تلقى الأمر المشار إليه بالقطبانية السيدة فاطمة الزهراء. وقال ويقال أول من تلقى الأمر المشار إليه بالقطبانية، إنه صفة القطب، قطب صفة القطبية، خلاص، السيدة فاطمة الزهراء، حتى
من ألقابها يا أم العارفين، ها يا أم الحسن يعنينا يا أم العارفين، أم العارفين بالله تعالى كلهم، ها سيدة فاطمة، وهي أول من تلقى الأمر المشار إليه بقطبانية السيدة فاطمة الزهراء، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ابنه الحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أيضا سيدنا الحسين، أيضا ابنه علي زين العابدين في السلسلة. فائدة: قد نقل المناوي في شرح الكبير على الجامع الصغير اللي هو اسمه فيض القدير، شرح الجامع الصغير 6 مجلدات، من أعظم الشروح للجامع الصغير، عن فتاوى الحافظ ابن حجر أن الأبدال وردت فيهم عدة أحاديث، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وأما القطب فورد فيه بعض الآثار، وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت، انتهى. طيب، أن الأبدال، وألف طبعا الإمام السيوطي كتاب الخبر الدال على صحة أحاديث الأقطاب والنجباء والأوتاد والأبدال، فالإمام السيوطي كان أوسع في ذلك، وذكر أيضا أحاديث في مثل ذلك. فائدة: قد نقل المناوي في شرحه الكبير، دايما فوائد العجيبة كده يجيبها برضو في وسط الثبت بتاعته، الثبت بتاعه في شرحه الكبير اللي هو فيض القدير شرح الجامع الصغير على الجامع الصغير، عن فتاوى الحافظ ابن حجر أن الأبدال وردت فيهم عدة أحاديث، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وأما الأقطاب وأما القطب فورد فيه بعض الآثار، وأما الغوث، الآثار يعني ليست في أحاديث مرفوعة إنما موقوفة على الصحابة والتابعين وما إلى ذلك، حتى وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت، أي فيه شيء، انتهى، إلا النقل، النقل السماعي والوجداني عن الصوفية. ونقل نجم الدين نجم المحدثين الغيطي عن شيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما نصه: القطب موجود في كل زمان، كلما مات قطب أقام الله تعالى مكانه آخر. وده الاعتقاد، الله الله، هذا اعتقادي، أصلا يقول إيه قطب، خلاص ما فيش بعد قطب، لا، في كل زمان في قطب، فالأمة لا تخلو من الخير، وأيضا الورث المحمدي موجود في ذهني، أن القطب والورث المحمدي ويقال له قطب الزمان، ها، أو قطب الوجود، هذا ذكره، ذكر الشيخ، ذكر الشيخ البجرمي في حاشيته في ترجمة الإمام الشافعي، قال: وصار يرتقي حتى صار قطب الوجود، يتكلم عن الإمام الشافعي. فدي أشياء حسية موجودة هم أحسوها، ها. ونقل النجم المحدثين الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما نصه: القطب موجود في كل زمان، كلما مات قطب أقام الله تعالى مكانه آخر، وهذا أمر معلوم مشهور، والمنكر لذلك محروم من بركة الأقطاب، معترف بأن منة الله تعالى لم تواجهه، وليته إذ فاته الوصول إليها لا يفوتها الإيمان بها، انتهى. هو لم تواجهه فلن، ها، هو لم إيه لم يؤمن بها فلم تواجهه، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من لم يؤمن بها فليس من أهله، يعني المعتزلة دول ما بيؤمنوش بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش هيدخلوا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شفاعتي مكتوب على باب الروضة كده الشريفة، أحد الأبواب، باب الروضة: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من لم يؤمن بها فليس من أهلها، يعني مش هيكون داخل في الشفاعة. هكذا هؤلاء أغلقوا على أنفسهم، فلا تدر عندهم تلك الأشياء اللي فيها أنوار، ها، وبركات عالية، عندهم ضيق في العقل، فضيقوا على أنفسهم في أرواحهم. والمنكر لذلك محروم من بركة الأقطاب، معترف بأن منة الله تعالى لم تواجهه، أفل على نفسه فمش هتجابه، مش هتواجهه منة الأقطاب، منة الله تعالى في الأقطاب. وليته إذ فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها، فهو ما وصلش لأن يكون الأقطاب أو يراهم
فاته أيضا الإيمان بتلك بالأقطاب انتهى. ده كلام الشيخ زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه أرضاه. وقد جمعت جزءا في ذلك من كلام الحفاظ والمحدثين رحمهم الله تعالى أجمعين. الله. فائدة أخرى، قال ابن الصلاح: من القرب لبس الخرقة، لبس الخرقة. وقد استخرج لها بعض المشايخ أصلا من السنة، وهو حديث أم خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بها، قالت: فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي. وهو مخرج في الصحيح أيها البخاري. الله الله الله، يبقى إيه الرسول ألبسها بنفسه كأنها لبست الخرقة كده. قال: وليس في الخرقة إسناد عال جدا، وذكره. ثم قال: وليس في الخرقة إسناد عال جدا، ولعل ولبسه في طيب، وليس في الخرقة إسناد عال جدا، وذكره. ثم قال: وليس بقادح فيما أوردناه كون لبس الخرقة غير متصل إلى منتهاه على شرط أصحاب الحديث في الأسانيد، فإن المراد ما تحصل به البركة والفائدة باتصالها بجماعة من الصالحين. الله الله الله، وهذا معنى ما أشرنا إليه في موضع آخر، أن الحديث الذي يستدل به في الأحكام يشترط فيه الصحة والحسن ولو كان حسنا لغيره. طيب، والسيرة النبوية يؤخذ فيها بما نزل عن ذلك، فيؤخذ في السيرة النبوية ما لا يؤخذ في الحديث في الحديث الذي يستدل به في الأحكام وفي فضائل الأعمال وما إلى ذلك. طب وفي التاريخ يؤخذ فيه أقل من ذلك، فيقبل قول المؤرخ ولا يقبل قول المؤرخ في السيرة مثلا، ولا يقبل قول السيرة في الحديث الذي يستدل به في الأحكام أو الحديث الضعيف حتى. طيب، وبعد كده كمان أنزل من ذلك طرق الصوفية، فلها أسانيد متصلة ولها أسانيد قد تكون منامات، بمعنى أن بس منامات بتكون عندهم منعقدة، بل قد يجد المربي بتاعه يقول هذا نزعته يزيدية. يعني إيه؟ أبو يزيد البسطامي، بينه وبين أبو يزيد البسطامي 200 سنة، لكن بيجي أبو يزيد البسطامي ويربيه ويعلمه في المنام وفي اليقظة. هننكر إزاي لو كان هو معالي النهار وهؤلاء لم يعهد عليهم كذب؟ ماشي. قال: ولبس الخرقة وليس في الخرقة إسناد عال جدا، وذكره. ثم قال: وليس بقادح فيما أوردناه كون لبس الخرقة غير متصل إلى منتهى على شرط أصحاب الحديث في الأسانيد، فإن المراد ما تحصل به البركة والفائدة باتصالها بجماعة من الصالحين، انتهى. قال شيخنا الحلبي: قال العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني: لبست الخرقة وهي طاقية من قطن. يبقى يجوز تكون طاقية من قطن. سيدنا الشيخ علي ألبسه شيخه الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري الخرقة عباءة سوداء كبيرة، ذهب مرة لزيارته وهو أخذ عنه الطريق فأخرج له العباءة وألبسها له وقال: هذه الخرقة. فتختلف إذن من زمان لزمان، مش شرط تكون إيه عباءة كاملة، يعني ممكن الطاقية. الله، إحنا لبسنا الطاقية البيضاء على الطريق. قال العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني: لبست الخرقة وهي طاقية من قطن من يد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقد لبسها من يد الشيخ الغمري، وذكر سنده إلى أويس القراني، وقد لبس أويس ثوب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ورداء علي بن أبي طالب. فمراد الشعراني وغيره مطلق الخرقة، ليس ثوب كامل بمعنى القميص اللي هو الجلباب، وليس الرداء بمعنى المقابل للإزار، أي شيء يوضع على الكتف فقط. فمراد الشعراني وغيره مطلق الخرقة لا خصوصية الطاقية التي لبسها من يد شيخ الإسلام أي زكريا الأنصاري والله أعلم. الخامس من أشهر مشايخنا المالكية العارف بالله تعالى الشيخ محمد الروحي الصفتي، نسبة إلى محلة روح وصفت القدور، قريتان متلاصقتان
بقرب المحلة الكبرى بالغربية المالكي قطب الناسكين، قرأت عليه القرآن العظيم مرارا لا أحصيها، وقرأت عليه شرح الشذور شذور الذهب في النحو والصرف لمصنفها، وشرح التوضيح وغير ذلك من كتب التفسير والحديث والعربية والفرائض والتصوف ما لا أحصيه الآن. وقد كنت ألزم الناس وأخصهم به ليلا ونهارا لأنه كان مقيما عندنا إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى. ومن أجل مشايخه العارف بالله تعالى محمد بن سلامة البنوفري والشيخ عبد القدوس الشناوي والناسك الشيخ شرف الدين الروحي، وكان شيخنا الأجهوري يجله وكثيرا ما يزوره عندنا والله أعلم. فصل. ومن أشهر مشايخنا السادة الحنفية جمع، الأول العلامة المحقق أبو العباس أحمد بن محمد الغنيمي أو الغنيمي الأنصاري الخزرجي، منسوب كما قال إلى جده العارف بالله تعالى الشيخ غنيم المدفون بالشرقية، المتصل نسبه إلى سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه. كان شيخنا أولا شافعيا، حضر الجلة من مشايخ الشافعية وأتقن المذهب ودرس فيه وله كتابات نفيسة وتقريرات وتحريرات، ثم رحل إلى الروم وتحول حنفيا بأمر مولى موالي الروم، ثم عاد إلى مصر لأن الروم أحلاف من زمان اللي هي تركيا وما إلى ذلك. وحضرت الكثير من دروسه في شرح جمع الجوامع للمحقق المحلي، وشرح العقائد للسنوسي، وشرح كافية ابن الحاجب للجامي مع رعاية الحواشي، وذلك بجامع الأزهر مع جماعة من العلماء منهم شيخنا الشبراملسي حفظه الله تعالى. وله من المصنفات بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين في أصول التوحيد أو أصول الدين، وابتهاج الصدور في بيان كيفية الإضافة والتثنية والجمع للمنقوص والممدود والمقصور أي في النحو والصرف، وكتاب إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب الإعراب المعروف بشرح الشعرانية في علم العربية، وله حواشي نفيسة على طرر الكتب أي على هوامش الكتب، جرد منها في حال حياته وبعد وفاته أي يعني خلصوه خلوه كتاب لوحده، ما كتبه على شرح العقائد النسفي للتفتزني، ما جرد منه في حال حياته وبعد وفاته، ما كتبه على شرح عقائد النسفي للتفتزني، وما كتبه على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري، وما كتبه على شرح جمع الجوامع للمحقق المحلي، وغير ذلك من الرسائل النفيسة. ومن أجل مشايخه فهامة الدنيا أحمد بن قاسم العبادي صاحب الآيات البينات، والعلامة الرباني الشيخ صالح البلقيني الشافعيان، والفهامة سيبويه زمانه أبو المحاسن المعروف بابن المخلطة بكسر اللام المشددة، والعلامة كريم الدين البرموني ومؤلف الحاشية المشهورة على مختصر خليل المالكيان، والعلامة علي بن غانم المقدسي والشيخ عبد الله النحريري والحنفيان وغيرهم من علماء مصر والروم مما يطول ذكره. قال: أما العلامة الشيخ علي المقدسي فقد أخذ العلوم الشرعية والعقلية عن جمع كثير منهم الناصر اللقاني، وعلامة المغرب بل عالم الربع المعمور محمد المغربي التونسي المغوشي وفي بعض النسخ الغوثي المغوشي المغوشي شهرة، وعن علامة الشافعية الشهاب الرملي والقطب الرباني أبي الحسن البكري الصديقي والمسند المعمر الأصيل جمال الدين يوسف بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وعن غيرهم. توفي شيخنا الغنيمي سنة 44 و1000. ومن مشايخ العلامة ابن قاسم أي هؤلاء شيوخ العلامة
المحقق أبو العباس أحمد بن محمد الغنيمي، فمن مشايخ العلامة ابن قاسم الشهاب الرملي وولده الشمس الرملي والشهاب عميرة والشهاب أحمد بن حجر والعلامة الناصر الطبلاوي والشيخ أبو الحسن البكري والعلامة الناصر اللقاني والشريف المحقق عيسى الصفوي وعالم الربع المعمور المذكور العلامة محمد التونسي مولدا المغوشي شهرة ذكره صاحب الشقائق النعمانية، وأنه رحل إلى القسطنطينية في أيام السلطان سليمان ثم استأذنه في الارتحال إلى مصر فأذن له فتوطن ببولاق إلى أن توفي بها سنة 46 و900. طيب قال: وكان آية من آيات الله الكبرى في الفضل والتدقيق والحفظ، يقرأ القرآن للسبعة بل وللعشرة بل مطالعة بل بلا مطالعة كتب. الله الله الله، يعني علم رباني مدد صمداني. وكان يعرف علم النحو في غاية ما يكون، وشرح مختصر ابن الحاجب وحواشيه من حفظه مع نقول كثيرة كالجدل والبيان والحديث وغير ذلك رحمه الله تعالى. والثاني من مشايخنا من السادة الحنفية، ونقف هنا ونكمل المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وله الحمد على ما أنعم وأولى ابتلى وأفاض وأعان وحفظ وعصم، فله الحمد والمنة وله الشكر على النعمة، آمين، والحمد لله رب العالمين. في حاجة، في أي استفسار يا أولاد؟ نظام الأثبات ده لازم نقرأه كده.